تقدر تتابعوا الوقت. تكملة المحاضرة بتاعت احنا بدأنا المحاضرة دي بقالنا مرتين تقريبا. المرة اللي فاتت أخذنا الأدمنستريشن والمانجمنت والفانكشن بتاعت الأدمنستريشن، واتكلمنا عن البلان فورموليشن، وكمان اتكلمنا عن المانجمنت، والنهاردة هنتكلم عن الوظيفة الثالثة بالنسبة للأدمنستريشن. بالنسبة للوظيفة الثالثة اللي هي كنترول فانكشن، كنترول فانكشن اللي هي عبارة عن الإيفالويشن أند مونيتورينج اللي هو التقييم والمتابعة. الإيفالويشن is defined as systematic attempt to determine the degree to which programs achieve the predefined objectives and the factors that contribute to or delay this achievement. تقييم هو evaluation، أنا بشوف ال predefined objectives قدرت أحققها، حققت كم في المية منها مثلا، أو عدد الأهداف اللي قدرت أوصل لها والأهداف اللي ما قدرتش أوصل لها، لو في أي خلل لقيته أثناء المتابعة بحاول إن أنا ألاقي له حلول وأعدله بحيث نقدر نطور من الخطة بتاعتنا وطريقة التنفيذ بتاعتها. دي معنى كلمة evaluation اللي هو التقييم. الكنترول بروسيس بيشمل كذا خطوة. أول حاجة establishment of standard. standard يعني إيه؟ معايير. يعني أنا عشان أقيم حاجة لازم يبقى في عندي معيار في الأول أقارن بيه، بالتالي أقول إن النتيجة اللي أنا وصلت لها دي كويسة ولا سيئة ولا محتاجة إن أنا أعدل.